وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا هاتفيا من برج العرب عمرو فهمي الناقد الرياضي. عمرو أهلا بيك، وقول لنا إيه الجديد عندك؟ أهلا بك يا آية، وأهلا بكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. طبعا بعثة الفريق النهاردة وصلت قادمة من الرياض إلى مطار برج العرب بعد المشاركة في مهرجان اعتزال النجم السعودي فؤاد أنور الفوز على فريق الشباب السعودي بهدف دون رد. بمجرد وصول البعثة كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي ورئيس البعثة غادر مطار برج العرب متوجها إلى القاهرة لإنهاء بعض أمور النادي الخاصة، ورافقه الكابتن عبد العزيز عبد الشافي المدير الرياضي للنادي والمهندس عبد القيوم مدير التعاقدات. الكابتن حسام البدري فضل طبعا قدوم البعثة مباشرة إلى مطار برج العرب للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمباراة الاتحاد الهامة جدا في مشوار الدوري العام. كابتن حسام البدري أيضا قرر مغادرة 3 لاعبين من البعثة هم محمد فخري ومحمد عبد المنعم والحارس الناشئ رمضان مصطفى، غادروا إلى القاهرة مباشرة في حين استدعى 8 لاعبين من الذين لم يسافروا مع الفريق إلى السعودية للدخول في المعسكر استعدادا لمباراة الاتحاد السكندري غدا. اللاعبين اللي استدعاهم كابتن حسام هم محمد الشناوي وعلي معلول وليد سليمان وصلاح محسن والنيجيري جونيور أجايي وأحمد فتحي وعمرو السلاي وعبد الله السعيد. دلوقتي احنا مباشرة في طريقنا للملعب الفرعي استاد برج العرب لأداء التدريب الأخير قبل المباراة. كابتن حسام البدري عقد محاضرة كده خفيفة قبل التحرك إلى الملعب وطالب اللاعبين بضرورة التركيز ونسيان المشاركة امبارح في المهرجان، رغم إن هو أثنى على أداء اللاعبين فيها وحدد لهم طبعا المهام اللي هتكون في مباراة الاتحاد السكندري غدا. ألو، أيوه معاك عمرو. بعد قليل هيبدا المران ان شاء الله وهنكون معاكم في المتابعات اللي جايه ان شاء الله. عمرو فهمي بشكرك شكرا جزيلا وبنتمنى كل التوفيق لفريق النادي الاهلي.